بالفصاحة والبلاغة، ومميز بالشعر، يعطونهم مقياسا في جانبهم الثقافي والمعرفي. ليقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن من الشعر لحكمة. خطبها عقيل لأمير المؤمنين بطلب من نفس علي، تزوجت علي كزوجة رابعة. أمير المؤمنين بعد الزهراء تزوج إمامة، وبعد إمامة إحنا الشيعة نقول تزوج، السنة يقولون لا جارية، وهي خولة أو خولة، والصحيح خولة، خولة من قبيلة حنفية. وخلاصة القول لما جاء الأول من امتنعت من قبائل العرب عن دفع الزكاة حوربت على أنها ارتدوا. هؤلاء لم يرتدوا، الحنفية لم ترتد، قبيلة الحنفية لم ترتد. الحنفية رأت بأن الشرعية إلى علي وجيء بهم أسرى وسبايا. علي لما عرضت عليه خولة لم يرى شرعية إلى أن تكون مسلمة وجارية ومسبية، قال أتزوجها لا أن تكون ملكمي. أنجبت له محمد المعروف بمحمد ابن الحنفية، إشارة إلى القبيلة يميزوه عن غيره من أبناء علي باسم محمد، أن هذا هو محمد ابن الحنفية. مثل اليوم إذا واحد يتزوج مثلا امرأة من خارج البحرين يميزون عن إخوانه، مثلا يقولون فلان هذا من ابن مثلا الإيرانية، أو من ابن مثلا العراقية، وهذا لا يعد تنابز لقب إلا إذا قصد المتكلم الانتقاص، هذا أمر. عموما الزوجة الثالثة كانت خولة، الزوجة الرابعة كانت هي فاطمة أم البنين. لقب أم البنين أيضا، ولا زلت أركز على هذه الكلمة، أيضا اختلفوا في لقب أم البنين. فبعض الأعلام من المؤرخين قال قيل لها أم البنين قبل أن تتزوج، إشارة إلى جدتها. بعضهم قال بعد زواجها، ومن قال أيضا بعد زواجها اختلفوا. فالبعض قال بعد أن أنجبت 4 من الأبناء ولم تنجب بنات أعطيت لقب أم البنين، والبعض قال قبل أن تنجب هي بطلب منها لعلي، وإذا صار مجال نذكر هالحادثة، أن يناديها بكنية لا أن يناديها باسمها، رعاية إلى الحسن والحسين. وفاتها أيضا اختلفوا فيها، ولازلت أكرر وأؤكد على هذه النقطة كي تكون منطلقا مهما في الحديث. بعض المحققين مثل السيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب مقتل الحسين، بتحقيقه يرى أن أم البنين توفت قبل واقعة كربلاء، يعني قبل 61 هجرية. الرأي المشهور لا، توفت بعد حادثة كربلاء، وأيضا اختلفوا بعد كربلاء أي سنة. رأيان، رأي يقول أنها توفت في شهر جماد الآخر في اليوم 13 من الشهر عام 64 هجرية، يعني بعد حادثة كربلاء
3 سنوات. والرأي الآخر يقول له 95 هجرية، يعني أكثر التقادير أن أم البنين عاشت مع هذه التواريخ التي أنا الآن أشرت إليها يكون عمرها 90 سنة. إذا قلنا على أقل التقادير عام 5 هجرية وأكثر التقادير في وفاتها 95، كم سنة تصير؟ من 5 إلى 95 كم؟ 90 سنة عاشت أم البنين. هذه أكثر التقادير. هنا أضع نقطة، أريد أن أشير إلى ملاحظتين مهمتين جدا. الملاحظة الأولى، رأيتم الآن في دقائق معدودة قيل وقيل 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 واجب، وقيل في هذا العام وقيل في ذلك العام، هذا الاختلاف مع وجود انفتاح عند الشباب اليوم ودخول المواقع والرسائل التي تتم عن طريق التواصل الاجتماعي، قد يفهم الشاب نتيجة خاطئة أن الاختلاف يعكس عدم الثبوت. من نسمع خلاف في قضية تزعزع أنفسنا، هذا خطأ. ليش؟ مقام التحقيق عند المؤرخين والمحققين خاص، له نظامه، مثل ما يقولون الشباب سيستم ماله غير. احنا كعوام من الناس ايضا نظامنا في التعامل مع المشاهير والعظماء يختلف. المحقق كل شيء لابد أن يتثبت منه ويشكك حتى يصل إلى نتيجة. مو معناته مو مؤمن، مؤمن بالشيء، ولكن لأنه محقق طبيعته البحث عن أدق الأقوال وأحقها وأصحها. ما من مسألة عند المحققين إلا ويسألون عن الدليل فيها، معناته أنه مثابتة. لنخلط، مقام المطبخ العلمي يختلف عن مقام النتائج المشهورة بين عامة الناس. وإلا لو نريد الآن نثير أبسط الأمور شهرة، أقول لكم هذه أيضا بعد هذه بحث فيها، أعطيك نموذج. متى مولد الإمام حسين؟ 3 ممكن تقرون؟ تقرون بعد غير هالمناسبة باسم الحسين؟ عندكم تاريخ غير هالتاريخ؟ مو صحيح؟ خب هذا أضعف الأقوال، هذا أضعف 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 الأقوال. ولد في عام في ولد في 3 من شعبان. شلون؟ متى ولد الإمام الحسن؟ 15 رمضان. جيد، هذا ثابت ولم يختلف فيه أحد وعليه الإجماع. الرواية الثابتة الثانية، بين الحسين وبين الحسن كم طهر واحد؟ الطهر كم يوم؟ 10 أيام. دقق شوية، خلك إذا واحد فيكم بعد ممتاز في الرياضيات خلي يحسب وياي. بين الحسين وبين الحسن كم طهر واحد؟ هذا ثابت، والطهر 10 أيام، فيكون الزهراء حملت بالحسين تاريخ كم؟ 25 رمضان. الحسين كم كانت مدة حمله؟ 6 أشهر. من 25 رمضان إلى 25 شوال، إلى 25 ذو القعدة، إلى 25
ذي الحجة إلى 25 محرم إلى 25 صفر إلى 25 ربيع الأول، وهو الرأي المشهور عند المحققين والمؤرخين ولادة الحسين. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وقيل في 25 من ربيع الثاني، وهناك قول بأنه 9 أشهر فيكون في 25 من شهر جمادة. بعدين شو يقولون؟ ويوجد قول ضعيف يقال أنه ولد في 3 من شعبان. الآن المشهور يا تاريخ 3 شعبان، سمو معناته أن نحن نضرب تاريخ 3 شعبان. مقام التحقيق البحث العلمي شيء، ومقام التداول بين عامة الناس شيء آخر. هذا واحد. 2، الأمر الثاني، سقوط تأريخ أو الاختلاف في تأريخ أو ثبوت موقف أو عدم ثبوت موقف لا يسقط من شخصية عظيمة، لا ينقص لا من وزنها ولا من مكانتها ولا من فضلها ولا من رتبتها. كيف؟ لما نجي الآن إلى السيد عبد الرزاق المقرم نقول له: سيدنا تعال تعال، أنت عراقي، والعراقي بتعرف أنت عقيدة المعدن، المعادن شو عقيدتها؟ تعال تقول أم البنين توفت قبل حادثة كربلاء. يعني أم البنين ما لها مكانة؟ ليش يعني ما لها مكانة؟ قال: وين قضية بشر بن حذلم؟ وين ويكلا تدعوني؟ أنت فهمت هالنتيجة، أنا ما أفهم هالنتيجة. سقوط بيت شعر أم البنين مو قائمة على 4 أبيات، أم البنين مو قائمة على موقف واحد. ثبت فثبتت عظمتها أم البنين، أعظم من تأريخ، وأم البنين أوسع من قطعة أرض أو مساحة مكانية، أم البنين أكبر من حد أنا أو أنت نتصوره، فهي عظيمة ذات رتبة ومنزلة عالية. ثبتت بعض المواقف أو لم تثبت لا ينقص ولا قيد أنمل في عظمة شخصية أم البنين. هذا أمر مهم. ليش؟ والآن يجيك واحد من الأخوان الأحبة الشباب بحسن النية يقول: تعال شيخ، قريت أنا اليوم مثلا في موقع عند أحد العلماء يقول هذه: ويك لا تدعوني، ويك لا تدعوني، إنما البنين تذكروا. يقولون مو إلى أم البنين، صحيح يعني أقول والله المشهور إليها، ولكن في خلاف عند المؤرخين وعن بعض الشعراء أنها لها أو ليس لها. أو إذا مو إليها عجل، يعني شو أم البنين؟ يعني مو أم البنين، يعني شو عظمة أم البنين عندك في هالبيتين هاي فقط؟ مو صحيح. أنت الآن تسأل تقول: تعال، إذا أم البنين ما تريدنا نختصرها في هالمواقف، ممكن تعطينا السر؟ ممكن تعطينا السر الذي يكشف لنا مو وجاهة أم البنين، لا، الذي يكشف لنا الرتبة العالية التي حظت عليها أم البنين؟ أنت الآن تقول أم البنين مو موقف، أم البنين مو قصيدة شعر. ستعال، ما دام أنت حكيت الحكاية كمل، شنو السر في هالوجاهة أم البنين؟ وصل الأمر إلى أن الأمور إذا تعسرت وضاقت الأحوال، تسمع القائل يقول: عليك بالنذر إلى أم البنين. مو يقول الله يذكره بالخير الشاعر وتنقضي كل الحوايج بالنذر. أم البنين نبي يعني؟ لا مو نبي. إمامة؟ لا مو إمام. وصي يعني؟ لا مو وصي. عجل، ويش هالوجاهة؟ هنا ما نحتاج إلى دليل في وجاهة أم البنين العالية. الوجدان خير دليل. في أحد فيكم خيبة أم البنين؟
هسه لو أم البنين كل يوم واحد يتوصل بها وتخيبه ويتوصل بها وتخيبه ويتوصل بها وتخيبه، الناس بتعدت لما بتعدت. سبحان الله، يقولون الخطبة أكثر واحدة من بعد الحسين نقرأ عنها أم البنين، لكثر ما كانت تجيب دعوة المتوسلين بها. وإيش السر؟ البحث طويل وأنا راح أختصره بحيث لا أطيل عليكم. أكو في عدة رؤى. الرأي الأول قالوا في الواقع السر مو في أم البني. عجل في وين؟ قالها السر في الداعي. سبحان الله، كيف؟ قال اليقين، الاعتقاد واليقين هو الذي يعطي الإجابة. يعني شلون؟ قال تعال روح شوي ارجع 40 سنة ورا، يذكرون الآباء، روح ارجع شوي ورا. الأول يقين الناس مثل اليوم؟ لا، يقين السابق، يقين تام. شلون؟ قال تعال يعالجون مرضاهم بما يلقدوا، وشفناها صار ياخذون الماء اللي بالقدو مال الحسينية، يقولون علاج، ياخذون العرق الموجود في غطاء القدر مال يوم سابع، يقول لك هذا قدر يوم سابع مال ابو فاضل، تعال هذا بركة، ويشفون لما يشفون، يحصلون جواب لما يحصلون. واليوم قال اليوم من نفس داخل عمق القدر ما يحصلون جواب. ليش؟ قال يقين. بتعبير آخر يقول أصحاب هذا الرأي، يقين الإنسان كما تقول الرواية بسم الله الرحمن الرحيم لو تيقنتم بها لمشيتم على جذذ الماء. الحديث هكذا، تمشون على الماء، إذا عندك يقين تمشي بها على الماء، بس يقين ماكو. فيبغى يقول أصحاب هالرأي، يقول ترى يقين الإنسان هو الذي يعطي الجواب والإجابة. هذا الرأي مو صحيح من جميع الجوانب، له حيثية تامة وهو اليقين مهم، لكن نقول تعال، يعني الإنسان الآن لو قام حط يقينه في بقرة مثل اللي يعبدون الأبقار، حصل نتيجة؟ يعني يقينه التام في بقرة، يعبد بقرة، نقول هذا اليقين التام له أثر؟ ما له أثر. لابد من تحقق الطرفين، الأول والآخر. إذن هذا ليس بجواب. الجواب الثاني، ونحن نبحث عن سر وجاهة أم البنين العالية، لازلت أكرر، وجاهة وعالية، في وجاهة لكنها مو عالية، في وجاهة ولكنها ليست ذات رتبة برتبة وجاهة أم البنين. قالوا في الواقع أن الاقتران أعطاها وجاهة، الاقتران المبارك أعطاها وجاهة. كيف الاقتران؟ قالوا اقتران فاطمة بنت حزام الكلابية المعروفة بأم البنين، اقترانها بمن نادت السماء في حقه لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هل اقتران أعطاها وجاه؟ نقول صحيح. الاقتران أن يجعلها أمير المؤمنين، حافظة إلى سره، مؤتمنة إلى أمره، في داخل بيته، هذا فعلا، هذا يعطي تبارك، يعطي وجاهة، بس مو سر. ليش؟ لأنه السر هو العلة، والعلة متى ما وجدت أوجدت المعلول. يعني لو كان كل اقتران يعطي هذه الرتبة من الوجاهة، المفترض كل زوجات الأنبياء وكل زوجات الأئمة وكل زوجات الأوصياء
يحصلون على هذه الوجاهة وبهذه المنزلة. بس محصلين؟ بل أن هناك من ذم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتا فلم يغنيهما من الله. هذا واضح بالقرآن الكريم. في نموذج بعد، نموذجين ممنوع الحديث عنهم، يعني محظور الحديث، بس أنت تعرف. زوجات خير الأنبياء يقولون، بس على أي حال ممنوع التصريح، والحر بالإشارة يفهم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يقول في موطن آخر: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. إذن الاقتران مبارك، لا ينكر أحد أن الاقتران له أثر مبارك، بس يعطي وجاهة وبهاي الرتبة؟ لا. الجواب الثالث المتعارف عن عامة الناس، قال: أم البنين قدمت 4 أولاد. أم البنين قدمت 4 أولاد وما بخلت بأولادها. الله عز وجل عطاها في الدنيا قبل الآخرة. يقول: صحيح، بس مو هذا السر. ليش؟ لأن واجد اللي قدموا أولادهم، مو بس أم البنين. تعال شوف أم وهب، أولا نصرانية مو مسلمة. أم وهب نصرانية مو مسلمة، وقد دخلوا الإسلام توا، دخلوا ويا الحسين، وولدها الوحيد وهي أرملة، زوجها مو موجود، وأرملة يشون في البادية ما عندهم مأوى. أملها في الحياة هالولدها شاب، هي التي دفعته لنصرة الحسين. والله إذا تقرأ يا مؤمن، والله إذا تقرأ قصة وهب، روح إلى كتب التاريخ، روح إلى كتاب معرك بالحسين وقرأ هذه التفصيل، ترتعد فراسك. يقول: لما دق الطبول المعركة وقدمت ولدقت لرضاي أن تنصر هذا الغريب. يقول: شاب، والحنة لا زالت بيد العرب، كانوا تخضبون في الزواج، يخضبون إيدهم. يقول: لا زالت الحنة مالت زواجة باقية. يقول: وأبلى بلاء حسن حتى أثخن بالجراح. يقول: لما أثخن بالجراح وقع سوابي، قال الشمر: فاقطعوا رأسه ودحرجوه إلى قدمي أمه. اليوم إحنا بعض مقاطع الواتساب مثلا في قطع رأس، نغلق المقطع ما نتحمل، إنسان ما نعرفه نقطع المقطع ما نتحمل. أنت تصور أم وتشوف ابنها يقطعون رأسه ويبعثوا برأسه إلى أمه بطريقة وحشية دحرج. يقول: حميرة بن مسلم أخذت رأس ابنها وخرجت إلى القوم وهي تكرر: أنا امرأة عجوز ضعيفة أذوذ عن ابن فاطمة الشريفة. فأمر الحسين أن ترجع إلى الخيمة. رواية أخرى: فاقتلعت عمود الخيمة. بعض الروايات تقول ضربت بسهم، بعضها تقول أرجعوها إلى خيمة النساء. هذه قدمت لما قدمت. وأم البنين يمكن بالمدينة، هذه الحاضرة، هذه عندها وجاهة، بس هل هي الوجاهة التي نبحث عنها وهي وجاهة أم البنين؟ ومثل أم وهب كثير. ليش لم يحظين على منزلة أم البنين؟ السر باختصار: أم البنين
وصلت إلى مرتبة في علم العرفان يبحثوها يعبرون عنها نكران الذات. هذه لا يلقاها إلا كل ذي حظ عظيم. هذه مرتبة صعبة جدا يا مؤمن. هذه مرتبة الأولياء. المرتبة التي تعطي الوجاهة يسمونها النكران الذات. باختصار أن لا أرى لذاتي ووجودي شيء، أن أخلع ذاتي. أنا اليوم أعمل وياك وأدش العمل التطوعي مثلا وبأخلاص وأقدم خدماتي وأعطي من وقتي، لكن إذا مست كرامتي، إذا ديست كرامتي أترك. ليش؟ لأن عندي ذات، وذاتي ما أحب أحد يمسها، حتى لو في سبيل الدين، حتى لو في سبيل عمل الخير ما أقبل. لا، نكران الذات لا يهم ذم الناس شخصي أو مدحه. أول مراتب نكران الذات يسمونها التواضع. هذه بدايتها التواضع. ومن تواضع لله رفع. هذه بداية نكران الذات. سامعين أنتم حارثة القطب الراوندي اللي انقلها عن النبي موسى عليه السلام؟ قال له موسى وقد قصد الله في الجبل يناجي، قال له موسى انزل من على الجبل، روح دونك بني إسرائيل وأتني بخلق أنت أفضل من، روح. يقول القطب الراوند يروي الرواية عن الإمام الصادق، يقول نزل موسى إلى بني إسرائيل، وين راح؟ راح إلى امرأة مومس. قال هذه امرأة مومس، أجلكم الله، امرأة مومس بدون مقابل مع الرجال. يقول لما وصل إلى البيت قال لحظة، أنا سمعت ولم أرى، وبين الحق والباطل أربع أصابع. أنا صحيح سمعت بس ما شفت، أنا أظلمها تالي؟ يقول ترك، راح إلى مكان اللي عاقرون به الخمرة، قال هذا معروف يشرب الخمرة وأنا ما أشرب خمرة. يقول لما أراد أن يقصر لقال ما يجوز تاب، ومن تاب تاب الله عليه صحيفة أعماله بيضاء. سشن هو الفرق بينه وبين سر. يقول إلى أن لم يرى أحد. موسى أفضل من كل بني إسرائيل، موسى من أولياء العزم، موسى من أنبياء أولي العزم، موسى من صفوة الخلق. يقول حتى الحيوانات لما كان يقصدها يقولوا أن من شيء إلا يسبح لله. الله عز وجل شنو يقول؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول فرأى وقد كان عائدا إلى الجبل، رأى كلبا عقورا أجرب، سكلب وعقور وأجرب. يعني شنو هو الكلب؟ ميزته هو الوفاء. وإذا كان الكلب إن شاء الله نخلصنا، وإذا كان الكلب أجرب وعقور لصاحبه كان أنا أفضل منه. يقول لما وصل إلى الجبل أخذه بحبل، لما وصل إلى الجبل قال لحظة، سأعقور مع صاحبه لكن هل هو عقور مع الله؟ يقول رفع الحبل وأطلق خلاه يروح. لما ارتفع إلى الجبل، شوف يا مؤمن مرتبة نكران الذات، لما ارتفع إلى الجبل جاءه النداء من الله، يا موسى لو ارتفعت بالكلب إلى الجبل لسلبت منك النبوة والكليم. لو ارتفعت إلى الجبل، لأن ما عنده نكران الذات، يرى أن ذاته أفضل من غيره. هذه أم البنين وصلت إلى مرتبة نكران الذات بامتياز.
السر الذي جعل العباس والعباس أقولها بكل ثقة، العباس وأم البنين وجهان لعملة واحدة فهما باب الحوائج. اثنين هم وصلوا إلى مرتبة نكران الذات. العباس لم يكن بحرام أن يشرب الماء، لكنه حين نكر ذاته رأى أن شرب الماء حرام، مو إيثار. الإيثار موجود حتى عند البونيان. ما يحتاج نعطي تحليل. العباس يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو لا يرى لنفسه وجود. السيد إمام الجزائري الله يطيل في عمره يشرح هذه الأبيات في عدة مجالس، يقول وبعده لا كنت أو ماكو وجود نفيا وإثباتا إلا بوجود الدين والمعصوم. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال دين. يقول دين يمنعني، نكران ذاتي دين. تعال شوف يا مؤمن، أولا لم تكن من نفس المنطقة، من المدينة، وأصلها من العراق، هذا واحد. أقل التقادير يكون عمرها 60 سنة، يعني امرأة كبيرة. ثلاثة، أرملة زوجها أمير المؤمنين قتل في العراق، عشيرتها بالعراق وهي بوين؟ المدينة. سندها ظهرها من؟ هالأربعة. لاحظوا الفرق بين هذا الجواب وبين سابقه. غاب عنهم، غاب أولادها عنها قريب العام، قريب العام، ولم تسأل عن أحد من أبنائها، لم تكن ترى لقيمة أبنائها ونفسها وشخصها وجود في قبال وجود المعصوم. لما رجع زين العابرين كل واحدة سألت عن ولدها وعن أخوها، أين دفنت فلان، أين دفنت؟ أم البنين بقت 3 أيام فقط تسأل عن الحسين. عجيب غريب. 34 سنة أم البنين التزمت بتلك الكلمة التي قالتها. 34 سنة وهي على فراش الولادة وتسمع تفصيل عليل لهذا الولد القمر، يرفع الكف ويقول أتقطع هذه الكف، يرفع اليسار يقول الفارس يقطعون من إيد، إذا وقع على الأرض يتلقى الأرض بيساره، شلون إذا قطعت يمينه ويساره؟ الفارس يا مؤمن، سمعنا الفارس يضربون راسه بسيف، بس سمعتون واحد يضربون راسه بعمود من حديد؟ وهي تسمع لما قال فداء للحسين فقالت ولدي ونفسي وأهلي ومالي وروحي فداء لسيدي الحسين. 34 سنة، أريدك تحسب 34 سنة، بشر بن حذلم ينزل إلى مدينة رسول الله، يقول له يا بشر احنا نقرأ هاي الأبيات في كل أيام السنة، لكن اليوم لا، أريدك أنت تقرأها وياي، أريد صوتك اليوم يوصل إلى البقيع، إلى قبر أم البنين. بشر لما نزل إلى المدينة، الضعينة وين؟ الضعينة على أطراف المدينة. قالت لأبو محمد ابن أخي، خرجنا مع أبيك الحسين ليلا فلا ندخل المدينة إلا ليلا، فوالله لقد خزينا من كثرة النظر. وبشر بن حذلم ينزل
تحفظ الصرخة. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضار جوع، والرأس منه على القناع يدار. الناس ضجت ضجة واحدة، وحسينا هي تسمع، هي بدارها تسمع اسم العزيز، تسمع اسم حبيب الزهرة، تسمع اسم حسين حسين حسين. أخذت أباءتا وتخثرت بخمارها تجر أذيالها. انضرب عن قلبك يا مؤمن. خرجت حافية القدمين مهرولة حيث صوت اسم الحسين، ويا أم البنين وحق أم البنين، واضمر الحاجة بقلبك يا مؤمن. وهي تهرول منادية حسين 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 حسين. وصلت إلى بشر وهو ينعى الحسين، يقول السيد المام قاني رحمة الله عليه، يقول واضح جدا أن أم البنين مذهولة البال مدهوشة الخاطر، لأن الناس تسمع الناعي عن الحسين، وقد توسطت بين الناس وهي تسأل: أسألك عن حبيبي وسيدي ومولاي الحسين. مذهولة اللي عندها مصيبة تكون مذهولة البال. ووصلت إلى بشر: يا بشر يا بشر، رفقا بأم البنين، يا بشر عندها أربعة أولاد تفجحها، يا بشر لا تفصل الخبر، شلون خبرها؟ قال: عظم الله. الله لا إن شاء الله يفجعكم بحبيب ورد أولادكم إن شاء الله إن شاء الله بحق أم البنين. يا أم البنين بترت يمينه وقطعت يساره، وأنبتوا السهم في عينه وتكسرت السهام في صدره، وفضخوا يا بشر وفضخوا رأسه بعمود من حديد، بالله استعد للبواجي يم الابنين. ردوا يتامى وانذبح عباس يم البنين الأربعة، انذبحوا وضمايا. وظلوا ثلاثة أيام بالغبرة عرى، وليتك نظرت على النهار صاحب الراي، وضخ رأسه مقطع شماله وليمي. يم البنين الأربعة انذبحوا على القاع، حسين ظل مجرد مكسور لضلع، ومخدرت حيدر علي فرت بالقناع،
ويا الحرم والنار تسعر بالصيا يم البنين الأربعة نحدثنهم دمهم غسلهم والتراب صاير جفنهم ومن الصبح زينب مشيت للشام عنهم فوق الهزل والراس يشهر بالصيا يوم البنين الأربعة تشهد ليش الناس ما صاير باليوث الحرايب مثل عباس خلى الأرض رؤوس جثيس وامطه ميداس ويكلا أن تدعوين تدعوني أم البنين تذكروني باليوث كلنا عندنا حوائج أنت الآن في ضيافة أم البنين إحنا كنا خطار أم البنين ونحن في مأتمها وفي ضيافتها أضمر الحاجة بقلبك يا مؤمن ونتوجه كلنا بصوت واحد يا أم البنين يا سيدتنا ومولاتنا آخر ساعة من نهار الجمعة ويوم وفاة أم البنين وفي مجلس أم البنين يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا جميعا يا وجيهة اشفعي لنا يا وجيهة اشفعي لنا اقض حوائجنا يسر أمورنا اكشف كروبنا شافي مرضانا رد غربائنا سيما المخصوصين والمنظورين ردهم إلى أهلهم سالمين إلى سالمين فك قيد كل أسير سيما أخوتنا وأحبتنا اللهم اخرجهم من بين أيدي الظالمين إلى أهلهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين في خير ويسر وعافية يا أكرم الأكرمين أرنا في ذرياتنا وأزواجنا قرة العين ولا ترينا فيهم ما يسخطك يا كريم المؤسسين والحاضرين ومن شرف مجلسنا هذا احفظهم في أنفسهم وأهليهم وذويهم ومن يلوذ بهم يا كريم واهدي ثواب هذا المجلس وما فيه من الخير والبركات وعلو الدرجات إلى من قصدناهم يا أكرم الأكرمين والفاتحة مع الصلوات.